السلام عليكم. هذا الفيديو إن شاء الله رح يكون شرح المحاضرة الثانية من محاضرات الدكتور عماد لمادة الفارماكولوجي اللي رح نتطلع فيه على عدد كبير من الأدوية التوبيكال اللي بنعطيها لأمراض الجلد المتعددة. تمام؟ بالبداية رح نطلع على التوبيكال ستيرويدز ورح نعطيه للأمراض اللي لها دخل بالإنفلاميشن، وبرضه رح نشوف التوبيكال كيراتوليتكس والديستركتيف ايجنتس اللي بنعطيها للأمراض اللي فيها والله زيادة بالكيراتين، ورح ناخذ برضه التوبيكال أنالجيسكس اللي هي أي شيء بده نكون خدر منطقة معينة، أنتي بروتيك ايجنتس عشان نقلل الحكة والإتشنج، والدراجز فور هايبرهيدروسيس اللي هم بيكونوا عشان يقللوا من التعرق، واخر شيء دراجز فور الوبيشيا والهيرسوتيزم اللي هي بيكون في اي مشاكل بنمو الشعر سواء كان الصلع او زياده الشعر في منطقه معينه. اوكي، فبدايه خلينا نبلش بالتوبيكال ستيرويدز. هلا التوبيكال ستيرويدز احنا كثير ممكن سمعنا عن الستيرويدز قبل هالمره، بس احنا بنعرف انه الستيرويدز كل فكرتها انه هي رح تقلل لي الانفلاميشن بطريقه او باخرى، بس توبيكال ستيرويدز انا بستعملها للسكين ديزيز لانه بيعمل لي اكثر من تاثير وبيشتغل على اكثر من شغله. اولا التوبيكال ستيرويدز زي ما بنعرف رح يعملوا سبريس للانفلاميشن، خصوصا لو كان المرض سببه اليرجيك كوز، فهم رح يساعدوا بانهم يقللوا الاميون ريسبونس. اوكي، كيف هذا الحكي بيصير بالضبط؟ بيجوا التوبيكال ستيرويدز بيعملوا انهيبيشن للـ PLA2، فهيك بقل تكوين البرو انفلاماتوري ميدييترز اللي هم البروستوجلاندينز والليمفوتوكسينز. البروستوجلاندين والليمفوتوكسينز هذول التنين هم اللي بيعملوا لي انفلاميشن وبيطلعوا لي الاعراض اللي احنا بنشتكي منها لما يكون في عنا انفلاميشن. فلو في عنا مرض سكين ديزيز الشخص مشتكي منه من اعراض الانفلاميشن اللي هي حكي احمرار وكل هاي المشاكل، لو اعطينا توبيكال ستيرويدز هذا الاشي رح يخف، لانه السنتسز لا هاي المركبات اللي عم بتسبب الأعراض اللي المريض بيشتكي منها قاعدة عم بتقل. البروستوجلاندينز والليمفوتوكسينز بتقل مع استماع التوبيكال ستيرويدز. تاني شغلة، التوبيكال ستيرويدز بيشتغلوا كأنتي ميتوتيك أكشن عشان يقللوا ويمنعوا البروليفريشن للخلايا مثلا الكيراتينوسايتس فايبروبلاست والليمفوسايت، وهذا الحكي رح يعالج لي كتير أمراض بيكون سببها وأساساً الأعراض اللي الشخص بيشتكي منها هي إنه والله الكيراتينوسايت زادت كثير أو الفايبروبلاس أو الليمفوسايت. تمام؟ غير هيك رح يخفف الحكة، فهو أنتي بروتيك effectively inhibiting itching. ورابع إشي بيعمل فازو كونستريكشن، البلد فيسز اللي موجودة عند الكيوتينيوس لايرز رح تكون إيش مالها constricted، فبصير برضو عندي decrease بالكابيلري permeability، يعني المركبات بتبطل تطلع من الكابيلريز والله توصل للتيشو وتسبب لي أعراض سيئة. وغير هيك النيوتروفيل كوموتاكسس برضو رح يقل، رح يبطل قادر انه النيوتروفيلز تيجي على المنطقة اللي فيها هذا السكين ديزيز وتسبب لي الأعراض اللي بتتبع الانفلاميشن اللي هو برضو المريض بكون بيشتكي منها. فعشان هيك بلاقي انه التوبيكال ستيرويدز قاعدين عم بيوقفوا التنين الهيومرال والسيلولار اكزوديت بالانفليمد سايتس، يعني رح يقلوا الانتي بوديز اللي عم توصل لانه الكابيلري بيرميبيليتي قلت، ورح يقل برضه السيلولار اكزوديت لانه النيوتروفيلز بطلنا نعمل لها ايش كيموتاكسيس. اوكي، فهذه الاشياء كلياتها الاربعه هي اللي بتخلي التوبيكال ستيرويدز اشي كتير فعال. طيب ايش البوتنسي تبعتها وكيف تاثيرها وايش انواعهم كل هذا الحكي. هلا زي ما حكينا احنا الرابع وظيفه للتوبيكال ستيرويدز اللي هي فازو كونستريكشن، راح تخلي البلد فيسلز اللي قريبين على الجلد يعملوا انقباض. فهذا الاشي انا بشوفه وبيظهر عندي بانه بلاقي مره واحده الجلد صار لونه ابيض او صار فيه بيلر، يعني فعليا واحد وجهه ابيض او انه عموما الجلد ابيض. خلينا نحكي المرحلة اللي بيصير فيها هذا الاشي، او يعني قديش كمية الفازو كونستريكشن اللي راح يصير هذا الحكي خلينا نحكي متناسق او مش متناسق، اللي هو مترابط مع قديش التوبيكال ستيرويد هذا له ثيرابيتيك بوتنسي. اوكي، هل لما اجي انا اصنف اساسا التوبيكال ستيرويدز راح اصنفهم على حسب هم قديش قويين، how potent is the steroid. اوكي، فالموضوع رح يعتمد على أكثر من إشي. أولاً اللي هي البوتنسي أو بنسميها الإفكاسي أو فعالية هذا الستيرويد أو قوته أو تأثيره، كل هذا الحكي بيعتمد على أولاً إيش نوع
هذا الاستيرويد اللي احنا بدنا نعطيه، هل هو ناتشرال ولا سينثيتك احنا عاملينه، وقديش تركيزه، هل والله انت عم تعطي 0.005 ولا قاعد عم تعطي 2% مثلا. هذا الحكي كتير بفرق بالبوتنسي. وغير هيك، هل في عندي استريفيكيشن ولا لا؟ لانه لو كان في عندي مثلا الهيدروكورتيزون زي ما احنا شايفين بالبداية، لو كان من دون اي استرز، يعني من دون اي، يعني خلينا نحكي مجموعة زيادة عليه، البوتنسي تبعته بتكون قليلة. بس نمسك الهيدروكورتيزون ونعمل له استريفيكيشن مع البيتريت، بصير جدا بوتنت. هيو صار بوتنت، وهو بالبداية كان له مايلد بوتنسي. فإذا الاستريفيكيشن والاستر تايب، برضو نوع الاستر اللي احنا ضفناه، راح يفرق ويأثر على البوتنسي. فهون عندنا الهيدروكورتيزون لحاله كان البوتنسي تبعته قليلة، واحنا نستعمله برضو بنسب اللي هي 0.1 0.5 1 أو 2.5%. لما حطينا استرز مختلفة، كل استر مختلف أعطاني إيش؟ اللي هي خلينا نحكي بوتنسي مختلفة. نشوف الهيدروكورتيزون أسيتيت برضو ضل مايلد بوتنسي، أما الهيدروكورتيزون بيتريت مثلا لا، أعطاني بوتنسي أعلى، وصرت إنه أنا بس رح أقدر أستعمل 0.1% مش مثلا 2.5%. أوكي، ثالث إشي بيفرق عندي بالبوتنسي تبعت التوبيكال ستيرويدز اللي هي الهالوجينيشن. هل هذا التوبيكال ستيرويد عليه فلور جروبس، هل عليه فلور وهل عليه كلورايد ولا لا؟ وهذا الإشي طبعا رح يفرق مع البوتنسي تبعته. فهون خلينا نشوف هذا الجدول ملخص فيه كل التوبيكال ستيرويدز مع البوتنسيز تبعتهم. زي ما حكينا المايلد بوتنسي رح يكون الهيدروكورتيزون لحاله، يعني في عندي إشي كتير خفيف، فعشان هيك بقدر أستعمله بنسب عالية، يعني بقدر أوصل ل 2.5% ببعض الحالات أعطي الشخص هيدروكورتيزون. ولو عملت له استريفيكيشن مع الاستيت بصير برضه بضل مايلد بوتنسي، بس انه بصير بس بقدر استعمل 1%. ممكن لو اعطي اشي مودريت بوتنسي يكون له، زي هيدروكورتيزون مع يوريا، هذا بيكون مودريت بوتنسي. عندي برضه كمان الالكلوميثازون دايبروبريونيت اللي هو له نسبه كتير قليله، رح نعطي 0.05% بس. وعندي برضه البيتاميثازون والفلوكونولون، هذول التنين، هذول الأربعة سوري كلياتهم هم لهم مودريت بوتنسي. لما أجي على البوتنت ثينجز لا، في عندي أشياء أكتر، وزي ما ملاحظين هون عندنا كونسنتريشنز تبعتهم كلياتها قليلة. فالهيدروكورتيزون بيتريت مثلا، هذا استر للهيدروكورتيزون إيش ماله؟ نسبة قليلة جدا 0.1. بعدين عندنا البيتاميثازون فاليريت، هذا استر للبيتاميثازون اللي ذكرناه هون. هون بما إنه صار استريفايد صار البوتنسي تبعته أعلى، وصرت أستعمل نسبة أقل 0.1%. عندي بس الحكي للفلوكونولول أسيتونايد، هنا زادت البوتنسي مع إضافة المجموعة هاي، وصرت أستعمل نسبة قليلة اللي هي 0.025%. أوكي، عندي برضو تريام كينولون أسيتونايد 0.1%، وميتازين فيرويت اللي هو least systemic absorption فيهم، فراح أعطي 0.05%. أوكي، هلا أكتر إشي potent بالtopical steroids هم الكلوبيستازول بروبيونات، باخذ منه بس 0.05%، والهاليسينونايد. أوكي، فهذا بالنسبة للtopical steroids كلياتهم والأنواع تبعتهم والpotency تبعتهم. أوكي، هلا خلينا نحكي أكتر شوي بالموضوع ونتطلع على الشروط والبرنسبلز لو انا بدي اجي استعمل الستيرويدز توبيكلي. هلا مبدئيا الستيرويدز زي ما احنا حكينا هي بيكون اي شيء انا بدي اخفف الانفلاميشن. فاولا توبيكال ستيرويدز بستعملها تو ريليف سيمبتومز اور سام تايمز تو كيور، انه انا بدي اعالج الشغله او بدي اخفف اعراضها، مش بروح بستعملها بروفيلاكتيكلي للحمايه للوقايه. ما بنفع توبيكال ستيرويدز بس بده يكون صار المرض وقتيها بستعمل توبيكال ستيرويدز. اما والله اكون انه انا حاسس انه ممكن والله يصير عندي انفلاميشن، خليني احط توبيكال ستيرويد قبل ما يصير هاي، لا ما بزبط. هو بس لو في سيمبتومز من خففها او احنا بدنا نعالج، غير هيك ما بنستعمل بروفيلاكتيكلي. وغير هيك الطريقه اللي احنا بدنا نحط فيها التوبيكال ستيرويد بده يكون كريم ولا جل ولا جل ولا لوشن ولا مرهم ولا شو مكان، هذا بيعتمد على السكن ديزيز، ولازم يكون بيناسب السكن ديزيز. يعني اللوشن والكريم بيكون للأكيوت انفلاماتري كونديشنز زي الإكزيما السان بيرن، هدول أشياء
أما لو بدي أستعمل مرهم بتكون للأشياء الـ dry scaly conditions، لما يكون في عنا اللي هي خلينا نحكي قشور وناشفة كتير زي الشينيفايد إكزيما البليك سورياسيس، هدول التنين بحتاج فيهم مرهم. وهنا بيكون في occlusive dressing may be used briefly. بالocclusive dressing اللي هو basically إنه إحنا بنكون حاطين المرهم بعدين بنحط فوقيه زي شاش يغلفه، حسب ما أنا فهمت الموضوع. أوكي، ثالث principle لا استعمال topical steroids هو إنه نحطها sparingly. أوكي، يعني بدي أحط كميات إيش قليلة على أساس إنه الجلد يكون مبين من ال applied layer of cream، بزبطش إنه فعليا أنا أبطل شايف الجلد من وراء الكريم ولا المرهم اللي حطيته. تمام، طيب بالنسبة للقوانين في عندي برضو I think قانون رابع اللي هو الـ choice of topical steroids. هلا أنا لما بدي أجي أختار أي topical steroid أستعمل لازم يكون على حسب إيش هو المرض ووين مكانه وقديش عمر المريض، لأنه في يعني الأطفال بيكون لازمهم potency أقل. تمام، وغير هيك البوتنت ستيرويدز ما بزبط استعملها زي ما قلنا للفيس، زي ما حكينا احنا بنعتمد على السايت والبيشنت ايج، فلو كان السايت هو الفيس او مثلا الايج قليل يعني الشخص الطفل لساته ما بروح بستعمل بوتنت ستيرويدز، جسم ما بيكون بيستحمل والفيس بالذات ما بيكون بيستحمل، فعشان هيك بعطي مايلد او مودريت بوتنسي ستيرويدز بحاله الاكيوت اكزيما بليك سورياسيس والسيبوريك ديرماتيتس. اوكي، هلا الهاي بوتنسي ستيرويدز هذول متى بده يكون المرض صعب؟ بده يكون يعني زي ما حكينا depends on the disease type. فبحاله الليشن بلينس الليشن سمبلس كورينكس اللي هو النيوروديرماتيتس كيوتينوس ديسكويد ال اي لوبس اريثماتوسس، كل هدول الاشياء لا بكون وقتها بحتاج احط هاي بوتنسي ستيرويدز. انا صراحه حاولت انا فكرت احط صور للموضوع بس انه مش كثير صور لطيفه يعني، فقلت ممكن انه احسن لو اللي مهتم يشوف الصور لحاله. اوكي، هلا غير هيك البوتنسي ستيرويدز نستعملهم بشورت كورسز خلص، يعني اذا انا قررت انه اعطي هذا الشخص اشي بوتن جدا ما راح اخليه يقعد عليه اشهر ولا اسابيع ولا اشي زي هيك، لا لفتره قصيره بعد ما احنا نكون يعني عالجنا خلينا نحكي هذا الفلير اب ولا الزياده بالاعراض، بعديها بعطي less potent preparations أول ما المرض يكون يسمح إنه والله خفت الأعراض تبعته وصار عندي أنا بقدر إنه خلص إنه أخفف شوي ال potency يعني. أوكي، طيب آخر إشي اللي هو for the least responsive skin diseases، الوضع كتير صعب المرض هذا مش كتير بيستجيب مع الأدوية، مش كتير بيستجيب مع الستيرويد زي مثلا الكليويدز هاي اللي احنا حكينا عنها بتكون more common in African race أو خلينا نحكي black people، وبيكون في عنا hyperpigmentation وraised شوي مثلا hypertrophic scars إن هو الشخص بيكون انجرح بمنطقة بس اللي راح الجرح صار كتير كتير كبير وصار متخطي الحدود تبعت الجرح، أو مثلا الألوبيشيا أرياتا اللي هي الثعلبة حسب ما بعرف، كل هدول أشياء كتير الresponsiveness تبعتها قليلة. فبهاي الحالة أنا ممكن أحتاج أعمل intralesional injection وقتها بطلت أحط topically ولا أنه بس كريم ولا ointment، لا بمسك الإبرة بكون فيها topical steroids وبحطها جوا هذا ال خلينا نحكي الليجن، يعني بحطها جوا الكليويد أو جوا السكار. أوكي، وطبعا using relatively insoluble triamcinolone acetonide اللي هو هون وين حكينا عنه، هو قلنا إنه هو واحد من ال potent steroids triamcinolone acetonide was one of the potent steroids، وزي ما حكينا نستعمله بال intralesionally بالأشياء اللي not responsive. أوكي، هلا هذا الحكي برضو بيعطيني إيش high local steroid concentration بس بمكان المرض هذا بس بمكان الليجن بيكون صار في عنا concentration عالية من الستيرويد وما بصير له systemic absorption ما رح يروح على الجسم ويروح يأثر عليه ويعطيني systemic effects. أوكي، طيب صار في مثلا عندي لا أنا بحتاج أعطي systemic steroids يعني بدي أعطيها IV أو إشي زي هيك، متى يعني شو اللي بده يخليني اضطر انه فعليا اوصل لهاي المرحله؟ اذا هو احنا عم نحكي عن بس skin diseases انا بقدر احطها topically، هاي بحاله والله الشخص عنده severe eczema هاي الحاله بنعطيه systemic steroids، او severe urticaria. الurticaria اللي هي بنعرف انها هي type 1 reaction او يعني one of the symptoms of type 1 ايش سموها كانت
سوري تايب 1 هايبر سنسيتيفيتي رياكشن، بلاقي في عندي احمرار ونفخان اللي هي اشياء بنشوفها زي الحساسيه البيمفيجس اخذناها بالباثو والاوكسفيرياتيف ديرماتيتس، هذول كلياتهم انا بقتيها بضطر استعمل سيستميك استيرويدز. اوكي طيب شو الادفيرس افكت اللي ممكن الاقيها لو اعطيت الشخص بوتنت ستيرويد؟ هلا هذا في منهم شورت تيرم وفي منهم لونج تيرم. هلا الشورت تيرم والله انه انت حطيت في عندي بوتنت ستيرويد هنا وبلاقي انه اذا احنا بهاي المنطقه من الجلد قاعدين عم نتهاجم فخلينا نروح على منطقه تانية، فهو هذا ممكن يصير انه يروح يعمل سبريدنج للانفكشن، وخصوصا اذا كان اساسا السكن ديزيز مشكلته انه صار في عندي انفكشن، فانا بروح بحط الكريم او الاونتمنت وبحرك شوي المنطقه او شيء زي هيك، فبلاقي انه جزء من الميكروب اللي عم يسبب لي هذا الانفكشن راح على منطقه تانية. وممكن برضو يصير عندنا بيري اورال ديرماتيتس جوا ال خلينا نحكي التم، بيصير في عندنا التهاب وهو هذا الاشي ريسبونس تو تيتراسايكلينز، يعني اعطي للمريض تيتراسايكلينز وخلص بصير وضعه تمام. هاي بالنسبه للاشياء الشورت تيرم. في عندنا اشياء لونج تيرم افكت. لونج تيرم افكت زي سكن اتروفي، فعليا الجلد بصير زي كانه جلد اشي ميت، بيكون خلاص يعني بطل عايش لانه لفتره طويله احنا عم نعمل له فازو كونستريكشن، عم نقتله بيسكلي، فهو صار سكن اتروفي يعني فيش فيه استعمال، مش عم بيوصل دم خلص. ممكن برضه يصير في عندنا تيلانجكتيزا زي ما انتم ممكن شايفين هنا في البلاد فيسلز زي كانه ظاهره شوي، وفي دي بيجمنتيشن رح نلاقي انه اللون صار افتح من وراء الفازو كونستريكشن لفتره طويله طبعا، وهذا برضه يعني هاي الصوره كلياتها هي السكن اتروفي. سكن اتروفي بيجي معها ممكن تيلانجكتيزا وبيجي معها دي بيجمنتيشن. ممكن برضه يصير لوكال هايبر سوري لوكال هايبر تريكوسز، يعني بالمنطقه اللي احنا عم نحط فيها هاي البوتنت ستيرويدز ممكن يطلع شعر كثير. اوكي ممكن برضو يصير استريا اللي هي هذا الاشي اللي احنا شايفينه بهذا الصورة، هو للأسف احيانا بيكون الريفرسبل لانه خلاص بتصير هاي الاستريا وبتضل، واخر اشي الشخص اللي عم نعطيه بوتين ستيرويدز ممكن يطلع على وجهه او على جسمه ستيرويد اكني، بتكون خصوصا على الوجه والظهر والمنطقة الصدر. اوكي وبرضه تاني اشي احنا عم نحكي عن شغلة احنا عم نحطها على الجلد، ففي احتمال جدا عالي انه بعض الاشخاص يكون عندهم الرجي منها، ففعليا هذا اللي بصير الكونتاكت واحدة من الافكتس اللي هي كونتاكت الرجي، خصوصا لو استعملنا هيدروكورتيزون استرز. اوكي هلا برضه اخر اشي اللي هو الريباوند اوف ديزيز، انه المرض يرجع لما نكون احنا عم نعطي توبيكال ستيرويد بعدين مرة واحدة نروح نوقف بطل نعطي شو، لكن خلص المرض بيكون يلا هلا فرصتي وبرجع يطلع، زي مثلا السورييسز لو كنت عم بعطي ستيرويدز ووقفت راح يرجع السورييسز اللي هي الصدفية. اوكي طب اخر شيء والسيستميك ابزوربشن برضه سبيشلي ممكن برضه يصير سيستميك ابزوربشن، خصوصا لو انا حطيت كمية كبيرة من هذا التوبيكال ستيرويد راح يدخل على السيستميك سيركيليشن ويعمل لي سيستميك افكتس. اوكي طيب هذا بالنسبة للتوبيكال ستيرويدز، هيك احنا خلصنا الحكي عنه. خلينا نحكي هلأ عن تاني مجموعة من الأدوية اللي هي توبيكال كيراتوليتكس and destructive agents. اوكي هلأ الكيراتوليتكس من الاسم كيراتوليتكس، يعني احنا نمسك الكيراتين ايش نعمل له؟ لسز، بدنا نكسره بدنا ندمره. طب انا متى بحتاج اكسر الكيراتين؟ ليش اكسر الكيراتين؟ والله هذا الحكي بيكون بأي حالة وأي مشكلة صار فيها خلينا نحكي زي قشر، صار في سكيلي ديسوردرز الكيراتين كتير زاد وصار عم بعطيني الجلد يخليه ناشف جدا وفي عليه قشور. اوكي فراح استعمل كيراتوليتكس. الكيراتوليتكس في منها اكتر من نوع، اول واحد اللي هو الساليسيليك اسيد، واي حدا مهتم بالسكين كير ممكن يكون سمع عن الساليسيليك اسيد كتير، اللي هو خصوصا يعني في كتير برودكتس فعليا بتبيع الساليسيليك اسيد، بيكون بكونسنتريشنز قليلة لو احنا عم نحكي عن امراض خفيفة، يعني 3% to 6%، وهذا بيكون ايش؟ بيمسك الكيراتين بيعمل له solubilizing يعني بحلله شوي، فبصير في عندي دي سكواميشن، يعني خلينا نحكي الطبقات الستراتم كورنيا بتبلش تتفك وبتبعد عن بعض وبصير في عندنا هذا الدي سكواميشن. اوكي والفكرة ايش؟ انه ممكن هذا الساليسيليك اسيد يدخل بالسيستميك خلينا نحكي بالسيستميكلي يعني
بس السيستميك سايد افكتس اوكي ممكن يوصل للبلد سيركيليشن، بس انه يطلع سايد افكت هذا اشي unlikely لو احنا عم نستعمل concentrations يعني 3 أو 6%. طب لايش استعمل السلسليك اسيد؟ ممكن استعمله للاكني حب الشباب، للاكزيما، للسيبوريا اللي هي الامل ولا درشة او اللي هي مش الامل اللي هي قشرة الشعر، وtopical antifungal بقدر استعمله كاشي topical antifungal. اوكي هذا اول نوع من الكيراتوليتكس اللي هو السلسليك اسيد، حكينا بيعمل solubilizing للكيراتين وسبب لي disquamation، استعمله للاكني، اكزيما، سيبوريا والtopical antifungals. ثاني نوع اللي هو البروبيلين جلايكول او اللي هي اليوريا، هذا بيكون عبارة عن ايش؟ كيراتوليتكس و هيوميكتنس. ايش يعني؟ يعني هو رح يمسك الكيراتين ويكسره، وغير هيك رح يقعد يسحب الدم من كل التشوز اللي حواليه. اوكي فبلاقي انه اي اشي جدا قشري زي مثلا الاكتيوسيس فالجاريس اللي هي احنا شايفينها بهاي الصورة، لو احنا حطينا هذا البروبيلين جلايكول مع اليوريا رح يمسك هدول المركبين الدم من الادجيسنت تيشوز ويودوها للجلد، على اساس الجلد يصير قطره والكرست تصير قطره، هاي القشور اللي تكونت تصير قطره، وبرضه الكيراتين الزايد هذا يتكسر. اوكي فهذا اول اول نوعين من الكيراتوليتكس. خلينا نشوف النوع الثالث. هذا النوع الثالث اللي هو الكول تار. كول تار، كول اللي هو الفحم التار اللي هو خلينا نحكي هي زفتة الشارع، يعني أبسط هدول اثنين احنا نعرف من اسمهم انه هم اشياء سودة. ففعليا الكول تار بيكون عبارة عن black fluid وإله characteristic the characteristic prepared from destructive distillation of coal. احنا نمسك الكول ونعمل له تنقية، ومش تنقية له اسم تاني، بس يعني distillation هذا اللي بنحطه بالأجهزة الكبيرة وابصر شو، وبعدين واحدة من المركبات اللي بتطلع واللي بتنفصل بتكون هي الكول تار. هذا بيكون فيه عدد كبير من الفينوليك كومباوندز. طيب شو بنستفيد منهم؟ والله هاي الفينوليك كومباوندز بتروح بتعملنا اشياء كتيرة. اولا رح تخفف الحكة، ورح تكون انتيسبتيك قاعدة عم بتعقم، بتمنع البكتيريا وهدول الاشياء ينمو على السطح. بيكون بيحسن الكيراتينيزيشن ويعمل انهيبيشن للباراكيراتوسيس. شو هو الباراكيراتوسيس؟ الباراكيراتوسيس اللي هو انه لما يكون في عندي طبقات الجلد، المفروض الطبقة الأخيرة أخيرة يكون الستراتم كورنيوم عبارة عن طبقة ما فيها نيوكليات، وهي اللي تكون عملية لي كيراتين، تكون mostly السلز بس فيهم كيراتين، يعني بيسكلي أعتبرهم خلايا ميتة. أما بحالة الباراكيراتوسيس رح ألاقي الستراتم كورنيوم إيش فيها؟ فيها نيوكليات، وهذا الإشي بيخلي الكيراتينيزيشن وضعه سيء. فعشان هيك أنا لو عطيت كول تار هذا الحكي رح يزبط ورح يرجع على وضع الطبيعي. اوكي احيانا بقدر استعمل كونها هي modifies keratinization وبتخفف الحكه وهذا الحكي، بستعملها بالايزيما والسورياسيس. طيب شو السايد افكتس تبعتها؟ والله ممكن بالمنطقه اللي انا رحت حطيت فيها كولتار يطلع عندي irritant folliculitis اللي هو التهاب لبصيله الشعر، ممكن يصير في photosensitivity، الجلد يصير حساس اكثر للضوء، وبرضه كونه شيء عم نحطه بالجلد ممكن يصير عندي contact allergy. اوكي وغير هيك هذا اشي اسود، فكتير وارد انه يروح يصير يعمل لي staining لل ايش بسموه الملابس والجلد. في صورة لجلد stained بس ما حبيتش افرجيكم اياها برضه. فهاي هي بالنسبة للكول تار، بالنسبة للكيراتوليتكس. هلا خلينا نحكي عن الاشي اللي اقسى شوي، اقوى شوي، اللي هو الديستركتيف ايجنتس. بطلنا نحكي انه والله كيراتوليتكس لسه ابصر شو، لا هلا بدنا ندمر ديستركشن. اوكي فايش هذا؟ بده يكون مشكله سيئه كتير، يعني بده يكون سكين ليجن جدا سيء. بس ايش الفكره؟ احنا عم نحكي عن اشي عم بدمر، فكتير لازم ننتبه واحنا بنحطه، بدنا نكون حاطينه على منطقه كتير كتير محدده على اساس انه الجلد اللي حوالين المنطقه اللي بدنا نعالجها ما يتدمر برضو. اوكي ففي منهم اكثر من نوع هدول الديستركتيف ايجنتس. اول واحد برضو سلسليك اسيد. طيب شو الفرق؟ ليش احنا سميناه كيراتوليتك هذيك المره؟ هاي المره السلسليك اسيد حطيناه ب 10% ل 20%، صار الكونسنتريشن تبعه كتير عالي، وانا وقتها راح يدمر، مش والله بس يكسر لي الكيراتين او زيك، لا راح يدمر. اوكي يا بستعمله لحاله يا بحطه مع اللاكتيك اسيد. اوكي حاول احطه على الكولودوين
Applied in Caledon يعني على الكالسيتيز اللي هم هذول الأشياء، ممكن برضو على الكونز، سوري هاي وات أوكي، وممكن برضو أحطه على الكالسيتيز زي هاي أو الكونز بهاي المنطقة، بكون الجد كتير كتير صار قاسي بهاي المنطقة، من ممكن من وراء تروما، من وراء احتكاك، من وراء انفكشن، كل هاي الأشياء بالأخير تسبب لي الجلد يكون شكله زي هيك أوكي، زي هاي الوارت أو الكورن أو الكالس، فبروح بحط ساليسيليك أسيد. طيب حلو، هل رح ينفع الموضوع؟ غالبا بنفع، بكون يعني فعليا بشتغل زي هيك، بس للأسف ممكن أحيانا يصير في عنا systemic absorption يدخل على systemic circulation ويؤدي side effects. فالساليسيليك أسيد 10% 20% راح أحاول أتفاداه بالديابيتكس والبريفرال فاسكولار ديزيز. اساسا الديابيتكس الاكستريميتيز تبعتهم هم ما بحسوا فيها وبكون وضعها سيء، فاحنا بدنا نروح نحط كمان اشي يعمل ديستركشن. يا عمي هذا اشي خطر، احنا بلشنا ممكن فعليا نؤدي لمشاكل كتيرة في هاي الاكستريميتيز، خصوصا لو نحكي عن الرجلين اوكي او القدم يعني. وتاني نوع من الديستركتيف ايجنتس اللي هو التوبيكال 5-fluorouracil اوكي، هذا اللي هو 5FU for ايش؟ solar keratosis والبيزل سيل كارسينوما. هلا رح افرجيكم اياها صوره، وهو غالبا هذا ال 5FU رح احطه intraligional يعني جوا هاي الكيراتوسيس او جوا هاي الكارسينوما. ثالث نوع نحكي عنه سريعا اللي هو بودوفيلين بينت 25% بمحلول تي ار بنزوين اوكي او ببودوفيلوكس 0.1%. هدول ايش مالهم؟ مش او بي هي في عندي نوعين، يا بودي فيلم بينت 25% بمحلول بنزوين تي ار بنزوين، او نوع تاني هو بودوفيلوكس 0.1%. ليش بستعمله؟ لا الكونديلوماتا اكيومينيتا، هذا اشي بيكون موجود حسب ما اتذكر قريب ل ايش اسمه الجينيتال اورجنز، بيكون اسمه جينيتال وارتس اوكي. طب نرجع لهاي الجزئية اللي هي التوبيكال 5 فلوريوريسل اللي هو بيكون بستعمله للسولار كيراتوسيس. خلينا نشوف اساسا شو هي السولار كيراتوسيس. السولار كيراتوسيس والله بيكون الشخص اتعرض للشمس لفترة كتير طويلة، فرح الاقي انه في عنده مناطق بالجلد صار فيها كيراتين زايد، صارت محمرة، صار إلها تلوين، صار عم بيطلع عندي زي ما انتم شايفين يعني صار في ليجنز اوكي. فخصوصا الاجزاء اللي بتكون تعرضت ايش بسموها للشمس كثير زي الفيس والباك اوف ذا هاند اوكي. هلا هم بيكونوا كومن بالميدل ايجد اند الدرلي، لانه بيكونوا فعليا هم اشخاص تعرضوا لهي الاشياء لفتره كثير طويله، خصوصا العاملين العمال اللي بيكونوا بيشتغلوا برا. وحتى ما بعرف شوف صوره مره كانت سولر كيراتوسيس عند سواق، اغلب حياته كان الشمس قاعد عم تجي من جهه الشباك بس، ففعليا وجهه اللي على جهة الشباك هيك منظره، وجهه يعني خلينا نحكي وجهه على الجهة الثانية ما ماله شيء، فاللي هو انه فعليا قديش دليل انه الشمس جد ممكن تكون مضرة اوكي. طيب شو الحل اوكي؟ انه عم نحكي انه صار في عنا هاي الكيراتوسيس ممكن تكون بريكانسرس بالاخير توصل لي لبيزر سيل كارسينوما او اشي زي هيك، والله بدنا نعمل ديستركشن لهذا الكيراتوسيس عن طريق ايش؟ عن طريق ال 5FU أو الكريوثيرابي اللي هي عن طريق النيتروجين السائل. ما بعرف إذا أي حدا فيكم ممكن كان طالع له، اللي هي مش دوما واحدة من الأشياء اللي تبعون الجلدية بيعملوها، إنه بحطوا إيش بسموه النيتروجين السائل على أساس يجمدوا الإشي ويقتلوا أوكي، اللي هي أي ليجنز زي هيك بتطلع أوكي. هلأ غير هيك لو كان هذا لو لوكالايزد لو منطقة واحدة، اما لو كان كتير اكستنسيف لاماكن كتير كتير كبيره ايش راح اروح اعمل؟ راح اعمل فوتو دايناميك ثيرابي. ايش فكره الفوتو دايناميك ثيرابي؟ راح اخلي الجلد يكون حساس لليو في لايتس زياده، راح اخليه حساس للضوء مش اليو في لايتس، راح اخليه حساس للضوء بزياده، اخليه مور فوتو سنسيتيف اوكي. كيف؟ طيب راح احط فيه مركب اللي هو دلتا امينو ليفيولينيك أسد اللي هو دي آلة. هلأ هذا لما أحطه صار إيش؟ الجلد حساس كتير، أول ما هاي المنطقة أو هذا الجلد الحساس اللي حطت عليه دي آلة يتعرض لا فيزبل لايت أو ليزر، أوف خلص ماتت الإشي اللي إحنا موجود دمرناه مرة تانية. عم نعمل إحنا إيش؟ destructive therapy
اوكي دمرنا. مش عارفة صراحة خطر لي مثال ممكن الناس يعني اللي بيحضروا أتاك أون تايتن يعجبهم، بس هو سبويلر يعني لأي حدا ما حضرش حلقة 14 من سيزن 4، إنه الدي آلة زي السباينال فلويد أو زي الواين اللي أعطوهم إياه، والفيزيبل لايت رح يكون زي صرخة زيك. فيا إنه كيف بالأخير كلاتهم تحولوا لتايتنز وإنه انقتلوا وشي زي هيك. أوكي فهذا فعليا اللي بيصير عندي بالفوتوديناميك ثيرابي. فهذا ايوه هيك بالنسبه للسولار كيراتوسيس، وهذا كل الحكي اللي رح نحكيه عن التوبيكال ايش كانت التوبيكال كيراتوليتكس والديستركتيف ايجنتس. هلا بدنا نحكي عن التوبيكال انالجيسكس، بدنا نعمل احنا ايش هنا تخثير بمنطقه معينه. ايش رح نستعمل؟ في عندي اكثر من شيء بقدر استعمله. اولا شيء اسمه كاونتر ايريتنتس. كاونتر ايريتنتس كل المبدا تبعها انه انا بدي الهيك، انت متوجع من شغله اوكي خليني اوجعك من اشي تاني عشان تحس انه اوكي عادي الوجع اللي كنت متوجعته بالاول طبيعي هيك. اوكي فايش الفكره تبعته؟ الكاونتر ايريتنس هي عباره عن اشياء بتضايق الجسم، في ايريتنس يعني هي اشياء بتضايق، وايش بتعمل؟ ستيميوليشن للنيرف اندينجز بالسكن على اساس ايش؟ على اساس انه النيرف اندينجز هذول تلتهي بالوجع اللي منه اللي جاي بالسكن، وتبطل تفكر او تبطل تنقل الوجع اللي موجود جوا، اللي موجود بالأحشاء، اللي موجود بالعضلات، اللي بنفس الديرماتوم. يعني أنا عندي الديرماتوم، هذا الديرماتوم اللي هي منطقة supplied by the same spinal nerve. أوكي هاي المنطقة اللي supplied by the same spinal nerve رحت كان فيها والله عضلة عم بتتوجع. طيب هاي العضلة عم بتتوجع، قلنا كيف ممكن نلهي الجسم ونلهي هذا spinal root إنه عضلة بتوجع. أوكي خلينا نوجع الجلد، هذا اللي بيصير. أوكي فعليا بتوجع الجلد بدل ما يتوجع العضلة أو الفسرة أو إشي زي هيك، فكل عاتهم بيكونوا إيريتنس. فعشان هيك رح ألاقي إنه فعلياً الجلد بلش شوي يعني عم بتأثر عليه، صار فيه سكن دامج، صار فيه إيريتيشن مع إنفلاميشن، وأحياناً بصير الجلد أحمر كمان. عشان هيك أساساً أحياناً بيسموا الكاونتر إيريتنس روبي فيشنز، روبي يعني رد فبحمر الجلد. أوكي هل هم أحياناً بيكونوا افكتيف يعني مش احيانا، هم غالبا افكتيف، وكثير صراحه هي من اشياء الطب خلينا نحكي الشعبي شوي اكثر من الطب الرسمي، انه كيف هم بالضبط اشتغلوا والله ما حد عارف. اوكي هلا كيف ممكن نستعمل؟ ممكن يصير في حرق شوي، مش عارفه صراحه ايش مبدا، بس انه لوكال هيت يسبب بيرنز والسرز، انه انت خلص تبطل متوجع من العضل او الفسره او شو مكان، او دراجز اند كيميكلز اشياء بتوجع اشياء فعليا اشي كتير كتير، زي مثلا مثل ساليسيليت اللي بيكون جاي من الوينتر جرين بلانت، مثلا الكابسايسن اللي هو موجود بالفلفل، والتوربينتاين، هدول الثلاثة هم اشياء كيميكلز إيريتنس، يعني فعليا هي بتضايق الجسم وبتضايق الجلد. انت لما تحطها بيكون انه فعلا الجسم التهى بالإشي السيء المصيبة اللي حطيته بالجلد، فبيكون نسي المصيبة الثانية اللي كان عم بيشتكي منها. أوكي طيب هذا أول نوع اللي هما الكاونتر إيريتنتس. ثاني نوع من أشياء توبيكال أنالجيسكس رح يكون إيش؟ التوبيكال أناسيدز. توبيكال أناسيدز اللي هي نون ستيرويدال أنتي إنفلاماتوري دروكس. أوكي هدول مستعملهم على أساس يخف عندي الماسكيوسكيليتال بين أو وجع المفاصل، يعني وجع العضلات والمفاصل كتير بنعرفه تقريبا. ممكن أكتر أشياء المنتشرة يعني غير برادول إنه الناس بسمعوا إنه كيف في عندي فولترين جيل، ممكن أستعمل الموف، أحط سوري الموف إيش تاني، المهم يعني أحط إيبوبروفين، كيتوبروفين أو داكلوفيناك. داكلوفيناك هو الفولترين باي ذا واي. أوكي هم بيشتغلوا بيعملوا ريليفينج للمسكروسكليتال بين والجوينت بين، بس ممكن يسببوا فوتوسنسيتيفيتي، يصير الجلد متحسس أكتر للضوء، وممكن يعملوا سكين ألرجي. هلا ثاني شغلة هذا كثير بنشوفه لأي حدا بيحضر كرة قدم، أو لا بصراحة بطل يستعمله كثير، بس يعني الفوليتايل إيرسلز. الفوليتايل إيرسلز أنالجيسكس اللي هي إيش؟ بتكون إشي بارد، بيكون عبارة عن زي ما بسموها سكن ريفريجيرنت، زي كأنه قاعد عم بتحط بتبرد الجلد بالمنطقة اللي الشخص متوجع فيها. فهلا إحنا بنحط هذا المركب على المنطقة بنحط هذا الايرسول بنرشه على العضلة اللي عم تتوجع. فايش هو الفكرة؟ انه هو كتير كتير بسرعة بتبخر، ففي عندي مركب تبخر مرة واحدة شو عمل لي؟ عمل لي برد كتير، بردت
المنطقة مرة واحدة، صار في عندي سكين كولينج، فهذا الإشي بخفف من الوجع، أوكي؟ لأنه أساسا صار في عندي فازو كونستريكشن، فازو كونستريكشن إذا بطل يطلع عندي المدييترز اللي عم بتحسسني بالوجع. أساسا خلينا نحكي مجال كرة القدم بسموه أحيانا الماجيك سبراي، إنه بيكون لاعب كرة القدم مرة واحدة توجع، راحوا إجوا هدول جماعة الإسعاف، مش إسعاف يعني، بس إنه حطوا له هذا الماجيك سبراي، وسبحان الله بتلاقيه راح كمل اللعبة. انه انت مش قبل شوي كنت عم بتعيط من وجع اخوي، ايش صار فيك؟ اللي صار فيه كالاتي، انه بيسكلي بردنا جلده لدرجة انه بطل يوصل دم للمنطقة وبطل حاسس بالوجع. وممكن برضو في جزء بلاسيبو للموضوع صراحة، اللي هو انه يكون انه اوه انا عم بحط علي اجي هذا المفروض يحسن وضعي يعني، فهذا الشغلة بحد ذاتها خلص العائل ممكن يقتنع ويقول لك اه اوكي خلص احنا رح نصير وضعنا تمام. واساسا مثلا يعني شغلة البلاسيبو افكت خصوصا بتكون مع اللاعبين كرة القدم لما يكون اسمه ماجيك سبراي، يعني انت عم نحط عليك اشي سحر يا اخوي، فانه بكون انه اه يلا انا صرت منيح يلا بدي اكمل. وبرضه في جزء الادرينالين يعني مع اللاعبين كرة القدم وكل هاي الاشياء. مش مهم، هذا ثالث نوع من التوبيكال انرجيزكس. نشوف رابع نوع اللي هو لوكال انستاتيك دراجز. هذولا بيروحوا لفتره قصيره بيعملوا بلوكينج بطريقه ريفرسبلي للكوندكشن بالنيرفز والسكن او الميوكس ممبرين، يعني رح يخلوا الاكشن بوتنشال يقل بالنيرفز، يعني بيخلوها less excitable وبيخلوها ما تنقل الإحساس بالوجع، زي مثلا الليدوكاين أو اللي هي زالوكاين مش عارفة ليش بحكيها هيك، بس يعني البريلو كاين برضو، أوكي؟ هدول خصوصا بيستعملوا مثلا بحالة البواسير، بحالة الوجع بمنطقة معينة وهاي الأشياء، أوكي؟ بيكونوا ointments، مراهم، بيكونوا جيلز وسبريز برضو، أوكي؟ هذا بن شوي هاي بالنسبة للtopical analgesics، أشياء إحنا حم نحطها على أساس نخفف ال إيش سموها تخدير، يعني إنما نخفف الوجع. هلا في عندي برضو أشياء ممكن تخفف الحكة اللي هي antipyretic agents. هلا antipyretic agents عشان نفهمها بدنا نفهم أساساً شو اللي سبب البريرايتس، شو اللي عم بيسبب الاتشينج، شو اللي عم بيخلينا نحك إحنا، أوكي؟ هلا اللي عم بيخلينا نحك هو بيكون إنه في عندي pain بالsuperficial epidermis أو اوكي هاي بيطلع من السوبر فيشل ايبيديرمس وبيمر من البين فايبرز للسي ان اس. بس شعور البين اللي بيكون جاي من وراء السوبر فيشل ايبيديرمس هذا بيكون مختلف عن شعور بتوجع، يعني انت لما تكون بدك تحك مش زي كانك انت متوجع، بس انه هو برضه شعور شبهه شوي. وبالسي ان اس رح الاقي انه هذه الشغله بتطلع عندي اوبيويد بيبتايدز، اوكي؟ طيب هاي الاوبيويد بيبتايدز لما تطلع رح تخلي الجسم يحكي انه اوكي السنترال نيرف سيستم بيصير يحكي انه انا لازم احك هاي المنطقه او شيء زي هيك، اوكي؟ طيب شو الحل انه كيف ممكن نحل الموضوع؟ نحك اللي هي سكراتشنج ريليفز الاتشنج هاي. بانه ايش بيسوي بيكون بالضبط؟ بيكون قاعد عم بقيم السوبرفيشال ابيديرمس. انت لما تحك بتكون قاعد عم بتقيم الطبقه الخارجيه، طبقه يعني الاكثر وحده سطحيه بالجلد، كونها انقامت تبدل هذا الوجع اللي هو احنا وصفناه بانه بريرايتس والاتشينج بوجع تاني اخف شوي نقدر نستحمله، ما بنكون احنا معطينا اللي هي الرغبة انه انا هلأ لازم احك، اوكي؟ طيب شو اللي سببه اساسا؟ يعني هذا الوجع، هذا الاشي، هذا الاحساس، شو اللي سببه؟ بيكون وراء local humoral factors زي الهستامين باليورتيكاريا مثلا او الانسكت بايتس، اوكي؟ هما اللي بيكونوا محسسوا انه فعليا هذا شيء احنا لازم نتخلص منه، انه في عندي مشكله هنا، مش وجع بس مشكله، يعني ندير وذ ات يو نو. فهذا بالنسبه لليوكل هيومرال فاكتورز. برضه ممكن الباي سولتس تطلع لي هيستامين اللي هو يعمل لي هاي الاورتيكاريا، مش اورتيكاريا، يعمل لي هاي الاتشينج، او وبرضه اذر ميدييترز زي البروستوجلاندينز. هذولا الاثنين لما يكونوا طلعوا من وراء البايل سولز، هذا الاشي بحد ذاته بيفسر لي ليش بعض الاشخاص اللي بيكون عندهم obstructive jaundice اللي هو من وراء البلوكينج تبع البيلاري دكت، ان هو ايش كانت اسمها تبعت المرارة ايه بتكون توقفت، فالصفارة ايش العصارة الصفراء بيكون الدكت تبعها تسكر بطريقة يعني تسكر، فالشخص بيصير عنده jaundice يعني بيكون صفر وبيكون عم بيحك كتير من وراء ايش؟ من وراء انه البايل سولز هاي اللي تراكمت بالجسم بلشت تطلع لي هيستامين، والهيستامين هذا خلاني احس انه احنا لازم نعمل
itching أو pruritus. أوكي؟ غير هيك ممكن يكون عندي أنا نوعين من pruritus. pruritus بمنطقة واحدة. أوكي؟ في عندي generalized. هلا localized pruritus بيكون موجود ببعض أمراض الجلد زي مثلاً الشينوفايد إكسيما أو الشينبلينس واليورتيكاريا أو مثلاً قرصة حشرة أو الليشن سيمبلكس كرونيكس اللي هو النيرو ديرماتيتس أو الديرماتيتس هيربيتيفورمس. لا كل هذه الأشياء فعلياً أنا قلت فكرت أحط صور إلها بس يعني هم صورها كثيرة وممكن لو إنه تشوفوها على جوجل أحسن. أوكي هلا إيش الفكرة هون زي ما حكينا كل هاي الأمراض بتروح تعمل لي localized pruritus يعني بالمنطقة اللي فيها هذا المرض أو اللي فيها هذا الليجن بصير فيه عندي حكة وممكن برضو هذا الإشي يظهر أو الحكة تظهر مع infestation by ectoparasites في ectoparasites زي السكيبيز أو البيديكولوسيز كبايتس اللي هي الأمل هاي الأمل هاي الأمل بتروح تسبب حكة. أوكي طيب هلا لا عندي أنا pruritus بمنطقة معينة بدي أتخلص منه شو الحل؟ الحل إنه أنت عالج الإشي اللي عم بيسبب لك itching أساسا. أوكي طيب غير هيك ممكن نعطي topical antipruritic agents اللي هي تقلل الحكة زي مثلا إيش؟ زي أول إشي حكينا عنه topical steroids إحنا وصفناهم إنهم هم بيعملوا relieving للإتشين وبرضو بيعالجوا المشاكل اللي بتكون inflammatory conditions اللي هي أساسا سببت لي هاي الحكة يعني مثلا لما يكون topical steroids عم بتقلل الإنفلاميشن هيك بيقلل عندي الهستامين لما يقلل الهستامين بيقلل الإتشين صح؟ فهذا الاشي بشوفه مثلا بالإكزيما والشينبلينس بروح بعطي الشخص topical steroids. أوكي؟ غير هيك ممكن استعمل لوشن اسمه كالاماين كالاماين لوشن أو أوينتمنت هذا بيكون عبارة عن basic zinc carbonate مع فيريك أوكسيد على أساس يكون لونه pink. أوكي؟ ممكن برضو أعطي solutions of astringent اللي هي زي الألومنيوم أسيتيت الأسترينجنس هم الأشياء اللي بتشد إلا الوجه أو بتشد إشي معين بتسكر البورز زي إيش ممكن برضو أي حدا مهتم بسكن سكين كير التونر إحنا بنعتبره أسترينجنت اللي هو بيعمل كونتراكشن بال إيش بسموها السكن والبورز بسكرها وكل هذا الحكي وثالث شغلة أنتي بروريتك اللي هي الكولتار لما حكينا عن الكولتار قلنا إنه هو عبارة عن إشي أنتي بروريتك صح هاي الصورة باي ممكن تبين لي شوي الاشي اللي بيكون عم بصير عندي باللوكال بروريتس انه في عندي سكن هي ليجنال يعني فيها مشاكل فيها سكن ديزيز بصير في لها اكسترنال ستيمولاي فالاكسترنال ستيمولاي زي مثلا انه في جفاف بالجو او في سكراتشنج او اشي زي هيك بيروح ينقل الاشي بالاعصاب بس لما ينتقل رح برضه يصير في عندي ريليس اوف نيوروبيبتايدز وهذا الحكي رح يعمل لي انفلاميشن رح يجوا السيلز ويصيروا يطلعوا سايتوكاينز ويزيدوا هرمونز وكل هذا الحكي يعني بوصل لا السنترال نيرف سيستم سنترال نيرف سيستم ايش رح يفهم حك يلا يا جسم حك اعمل اتشنج اوكي من وراء هذا الانفلاميشن اللي عم بيصير من وراء هاي النيوروبيبتايدز والهستامين وكل هاي الاشياء تمام فهذا اللي بيكون عم بيصير عندي بالمين اللوكالايزد بروريتس اوكي خلينا هلا برضه نطلع على إشي تاني بنقدر نستعمله للوكالايزد بروريتس اللي هو كولينج ابليكيشنز اي إشي ممكن يبرد الجلد شوي بيكون قاعد عم بخفف الشعور بالحكه زي المنثول 0.5 أو 2% وبرضه هذولا بيكونوا عم بيشتغلوا ب local anesthetic action يعني كون احنا نعرف انه اي شيء بده يكون يبرد بيكون شوي قاعد عم بيخدر يعني بيكون شوي عم بخلينا نخفف الوجع اوكي وغير هيك ممكن استعمل كروتاميتون اللي هو للريزيدوال اتشينج اوف سكيبيز الواحد عنده جرب وضل عنده اتشينج زياده ممكن لو اعطيناه كروتاميتون يكون وضعه تمام اوكي سادس شغلة اللي هي local anesthetic drugs أساساً زي ما حكينا الاتشنج هو يعني some sort of pain فإحنا لو عملنا anesthetic لو عملنا تخدير للمنطقة ممكن يصير في عندي short term relief فمشكلة إيش إنه هذا الإشي بيكون لو الجلد sensitive ممكن يصير عندي allergy مع continued use أوكي however the least sensitizing in this respect يعني أقل local anesthetic drug اللي هو يعمل لي sensitive skin ايش اسمه الزيلوكاين او اللي هو الليدوكاين اوكي طيب هاي بالنسبة لمين لا سوري اللوكالايزد pruritus خلينا نطلع على الجنرالايزد pruritus هلا الجنرالايزد pruritus بتكون طلعت من دون
ما يكون في ريجن معينة، يعني والله ما في أنا عندي مشكلة بالجلد منطقة محددة اللي هي إنه بالأخير تعمل لي هاي الحكة، إيش اللي بيكون صار؟ والله أنت في عندك مشكلة سيستميك، في عندك مشكلة عم بتأثر على الجسم كامل، يعني الشخص عنده سكري، دايابيتس ميليتس، عندك ليفر ديزيز، في بيليري أوبستركشن زي ما حكينا، بيكون في بلوكج شو اسمه الضغط اللي تبع الباي، اوكي، وممكن برضه يصير عند الرينال فيلير تسبب جنرالايز بروريتس، وبعض المالجنسيز زي الليمفوما بتأدي ل حكة عامة، وللأسف برضو ممكن الكيماوي كمان يسبب حكة عامة بس وانا مش مكتوبة، ودراج ألرجيز برضو بتحسس الشخص ببروريتس لأنه بيكون الدراج فعليا دخل على كل انتشر على كل الجسم، يعني انتشر سيستميكلي، فلو كان في عنا ألرجي من الدراج هذا الشخص بيكون عم بحس بحكة بكل الجسم. وفي برضه سايكولوجيكال بريتس انه يعني مجرد انه انت صار في سمعت اشي او حسيت بشغلة هيك بتحك، او يعني سمعت عن اشي بحك شوي بتصير تحك. انا شخصيا عندي اياها صراحة، بصير انا بحك لما اسمع كلمة حك يا اللي هي هاي كل الاشياء اللي ممكن تسبب جنرالايز بريتس. هلا غير هيك انا الجنرالايز بروريتس هاي عشان اعالجها بهمني اعرف شو سببها اساسا، يعني اذا هي بسببها هاي المشاكل، لو انا عالجت المشكله اللي اساسا سببت لي الجنرالايز بروريتس انا هيك ممكن خلص اخفف البروريتس ويكون الوضع تمام. وبرضه بقدر اعطي ادويه زي السيديتيف اتش 1 انتي هيستامينز اللي هي فعليا من اسمها انتي هيستامينز راح تخفف الهيستامين، بس تعملها ايش اي اشياء خصوصا لما يكون السبب اللي هو الهيستامينز. اوكي هلا لو كان عندي انا اتشنج بحاله البارشل بيليري اوبستراكشن بقدر اعطي اللي هو الدواء اسمه كوليستيرامين ريزن. هلا الكوليستيرامين ريزن ايش رح يعمل؟ رح يمسك البايل سولز لما توصل للانتستاين ويضل ماسك فيها ماسك فيها لعبين ما يطلعها من الجسم، بيحكي لها انت مش رح ترجعي للجسم، مش رح يصير لك ري ابزوربشن، ومش رح ترجعي يصير لك اكيوميليشن وتسببي لي هاي المشاكل، لا خلاص انت بدك تضلي سوري بدك اضلني ماسكه فيكي وتنزلي تحت وتطلعي من الجسم اساسي ال هذا الاتشنج اللي انت مسببيته يا بايل سولز. اوكي فهذا بالنسبه للجنرالايز بروريتس وكل الانتي بروريتيك دروجز. خلينا هلا نطلع على دروجز فور هايبر هيدروسيس اللي هو التعرق الزائد. هلا الهايبر هيدروسيس ايش فكرته؟ انه في عنا زي ما حكينا اكسسيف سويتنج من ايش؟ من وراء الاوفر اكتيفيتي اوف اكراين سويت جلاندز. السويت جلاندز في عنا ابكراين وفي عنا اكراين سويت جلاندز. فالاكراين سويت جلاندز خصوصا مثلا بالاكزيلا او برضه اللي هي منطقه الابط وبرضه بالجروين والهاندز والفيت. الفكره ايش؟ انه لما يصير في عنا هذا التعرق الزائد زي ما كنا بنعرف ممكن يصير في characteristic unpleasant smell، تطلع ريحة مش لطيفة من وراء ايش؟ من وراء فعل البكتيريا، يعني البكتيريا تبلش ايش بسموها؟ يعني تتغذى على السويت وتطلع هاي الرائحة السيئة خصوصا بالأكزيلا والجرونز والفيت. وممكن مشكلة تانية تصير من هذه الهايبر هيدروسيس اللي هو repeated boils، الشخص بصير عنده دمى زيادة، وبرضه الفولكولايتس اللي هو التهاب ايش بسموها؟ بصيلة الشعر، ممكن يصير في عنده انترتريجو، وكل هاي الأشياء ممكن تخلي المشكلة أسوأ خصوصا بالأكزيلا والجروين، هذول منطقتين يعني مش منطقة يصير فيها الدمل وهذول الأشياء المش لطيفة يعني. أوكي طب شو الحل؟ الحل يا أخوي إنه لوكال هايجين، بدك تهتم بالنظافة، مش عارفة ايش عم بحكي هيك، بس يعني اللوكال هايجين مهم كتير للهايبر هيدروسيس، وخصوصا يعني مور ذان وانس ان وان داي ضل الواحد يعمل كليننج خصوصا للمناطق هاي، وجنرالايز كليننج للـ whole body ممكن يساعد. طيب الوضع هذا لحاله مش مكفي؟ اوكي السويت جلاند حبيبتي انتي ايش رأيك تهدي؟ ايش رأيك تبطلي تطلعي سويت بهاي الدرجة؟ ايش نعمل لك؟ طيب ممكن نعمل لها topical astringents زي ما قلنا، اشي يعمل contraction فيها، بدي اسكر فتحات ال سويت جلاندز هدول عشان تتعلم تروح تضلها تطلع السويت. اوكي فلو تضل عملت repeated application of aluminum chloride hexahydrate 20% بيكون تركيزه، او بيكون تركيزه 25% من 5-10% بالاثانول، هذا الاشي زي ما حكينا بيكون astringent، بيعمل contraction وبيسكر خلينا نحكي فتحات السويت جلاند، فهيك بصير عندي ايش ممكن يقلل السكريشن. تاني شغله systemic anti-muscarinics
اوكي زي الجلايكو بايرونيوم، لانه اساسا اللي يعني خلينا نحكي الماسكرينيك ستيميليشن هي اللي سببت لي هذا السويت جلاند، فلما اعمل انا انتي ماسكرينيك دراجز بقل ال سويت جلاند سكريشن. اخر شغله برضو، مش اخر شغله سوري، ثالث شغله اللي هي لوكال انجكشن اوف بوتولينيوم توكسين، انه اساس ايش هاي بوتولينيوم توكسين تروح توقف ال release of neurotransmitters اللي قاعدة عم بتحفز السويت جلانز. لو السويت جلانز بطلت محفزة ايش رح يصير في عندي؟ remission، رح الهايبرهيدروسيس رح يختفي، remission يعني تقريبا انا يختفي up to 4 months بانه ايش عملنا احنا decreasing للسويت جلاند activity، وهذا الاشي most effective بالاكزيلا. فاذا الديكريزنج سويت جلاند سكريشن عملناه باكثر من طريقه، استرينجنس انتي ماسكرينكس او لوكال انجكشن اوف البوتوكس اللي هو البوتولينيوم توكسين. اوكي طب اخر شغله الديودرنت كلنا بنعرفها انه بيكون هذا عباره عن اشي فيه بيرفوم فيه انتيسبتيك عشان البكتيريا ما تروح تاكل، لا مش تاكل تعمل تاثيرها على السويت، والانتي بكتيريال ايجنتس برضه لللوكال اكشن. اوكي طيب اخر اشي اللي هم الدراجز فور الوبيشا والهيرسيتيزم. الوبيشا اللي هي صار ايش الصلع والهيرسيتيزم اللي هي انه الشعر يزيد بمنطقه معينه. هلا الالوبيشيا في منها اكثر من نوع، في عندنا الميل باترن بولدنس والالوبيشيا اريتيا، مش عارف اذا عم احكيها صح، بس يعني الميل باترن بولدنس اللي هو الصلع اللي بيصير عند الذكور بالمناطق المعينه. لما نطلع على اغلب الذكور الكبار يعني تقريبا 50% من الذكور باعمار ال 50 لاعلى بيكون في عندهم صلع بمنطقة اللي هي فوق بالراس بالنص، أو ممكن بالبداية يعني من إيش سموها basically من الفور هدو اطلع ممكن يكون في عندهم boldness، أو يكون عندهم شعر بس على الجنب أو إشي زي هيك. فبهاي الحالة أنا بقدر أعطي topical minoxidil. هلا topical minoxidil ممكن يساعد 50% من البيشنتس يعني بغضون 4-12 شهر. مبدئيا جيت اشوف صور لهذا الموضوع، لقيت تقريبا حسيت حالي يعني عم بنعمل لي دعايه للموضوع قد ما هو فعليا اشي افكتيف، يعني لو تشوفوا صوره بيكون اشي فعال جدا. وغير هيك في عندي الوبيشيا اريتا اللي هي الثعلبه. اوكي هلا اغلبها بيكون سيلف ليميتنج، خلاص بفتره قصيره وبتروح، بس هو اشي ديستريسنج صراحه، يعني مش اشي كتير لطيف، وبيكون فعليا مسبب مشكله نفسيه لاشخاص، لانه انت عم تحكي انه الشعر صاير بمناطق جدا صغيره عم بيختفي عم بيروح. طيب شو الحل؟ ممكن نعمل توبيكال اريتيشن عن طريق الفينول سولوشن او الدايثرينول او الكولتار بهي المنطقه بصير وضع احسن. ممكن نعمل اميونو سبريسنت، ما هو الالوبيشيا اريتا هاي سببها اوتو اميون، انه عم بيجوا الانتي بوديز عم بيهاجموا لي الهير فوليكلز، فلو انا عملت اميون سبريشن عن طريق التاكرولمس او الساكلوسبورين ممكن يخف هذا الوضع، وبالاخير انه تبطل الانتي بوديز تهاجم الهير فوليكلز. واخر شغله بقدر اعمل انترا ديرمال ستيرويد، نفس المبدا ستيرويد يعني بده يعمل لي تقليل للانفلاميشن اللي هو قاعد عم بيهاجم لي الهير فوليكلز. لو عملنا بالمنطقه اللي راح فيها الشعر حطيت ستيرويد مثلا مثل بريدنيسولون سسبنشن، هنا بيكون احنا عم نعالج الالوبيشيا اريتا. هذا بالنسبه للالوبيشيا، بالنسبه للصلع اوكي صلع مش عارف. المهم هلا اخر اشي اللي هي الهيرسيتيزم. الهيرسيتيزم اللي هي انه منطقه معينه عم بصير في شعر زايد. طبعا الحلول صراحه هاي واحده من الاشياء، يعني كل هاي السلايد واحدة من الأشياء ما حدش بروح للدكاترة عليها، يعني غالبا بروح للطب الشرعي أو اللي هي أشياء التجميل والأشياء هدولة. فبهاي الحالة في شعر زيادة بنروح منقيم الشعر بالطرق اللي إحنا عادة منقيم فيها الشعر، يعني الإبيليشن اللي هي عن طريق الليزر أو الإلكتروليسيز أوكي، أو ديبيليشن اللي هو ينقام عن طريق فيزيكال ميثودز أو كيميكال ميثودز، زي إنه فعليا نمسك مركبات كيميائية تروح تحرق أو مش تحرق يعني تدوب الشعر وتطلعه من الهير فوليكلز. ممكن نستعمل الواكس اللي هي العقيد وهذول الأشياء أو السكر يعني، وبنقيم فيها الشعر بهاي المنطقة. وبعدين تاني شغلة اللي هي systemic treatment، ببعض الحالات بيكون إنه المشكلة بدها إشي systemic، يعني مش بمنطقة معينة وإنه والله أستعمل معها زيك إنه شعر زايد، لا بروح بعطي أدوية فعليا، زي مثلا أعطي الشخص spironolactone أو
سايبرو تيرون مع إثنيل استراديول أو كومباين استروجين بروجستيرون كونتراسبتيف بيل، وهاي الإشي ممكن يعالج لي هاد الهيرسوتيزم. أوكي أسمع، ممكن آخر إشي بعرف إنه مش كتير الوضع منيح، بس يعني هم الأسماء غريبة والموضوع كلياته غريب على بعضه، بس إن شاء الله يعني يكون كل إشي واضح، وبهيك بنكون خلصنا المحاضرة. يا رب يكون فهمتوا، وأسف إنه الأداة طولت يعني، بس إن شاء الله يعني يكون كل إشي واضح، ويعطيكم ألف عافية ومع السلامة. صحيح أسف إنه على الفيديو الماضي كان في صوت هيك كتير بداية، إن شاء الله بهذا الفيديو ما طلع هذا الصوت. ومع السلامة.